شلونك؟ مشتاقين استاذ ماجد. امورك؟ شلون الصحة؟ شو اخبارك؟ شلونك ويا رمضان؟ والله يعني الحمد لله. شو اخبارك؟ رمضان كريم عليك، كل عام وانت بخير. اهلا بك احمد، شو اخبارك؟ مشتاقين لك. اشوف شغلك الله يسلمك. لا اشوف شغلك حلو. مبدع استاذ ماجد سليم، وما شاء الله عليكم في قناتنا بغداد، وانت باسمك ما شاء الله قدرت توصل معاناة الناس ومشاكل الناس. الله يسلمك. الشغل مع الصيام شلون؟ شوف يعني هو يقول لك الاجر على قدر المشقه، رغم انه اني برمضان يعني وقفت برنامجي، يعني تعرف بعد رمضان يعني اسوي ابدي التحديث، يعني فقرات ديكور جديد مواضيع جديده، بس باقي عندي اذاعه يعني الصبح اداوم في احدى الاذاعات. زين، كان تدري انا احب الاذاعه صح اكثر من التلفزيون. اذاعي انت اصلا؟ اي اساسا احس انه مكاني هو بالاذاعه، فمع ذلك انه يقول لك انه الجهد الاذاعي مو مثل جهد التلفزيون، هذا خطا. يعني البعض يقول لك الجهد في التلفزيون اكثر، لا الجهد في الاذاعه كما هو في التلفزيون. نعم. نقدر نسالك اسئله بعيده عن الاسئله المعتاده؟ يعني حاضر. بيها شويه نوع من الجراه؟ يعني حاضر. ليش تأخذ في حوارك جزء من الزائد 18؟ هذا ما يتابع المشاهد في حوارك جزء. يعني قصدك بعض الإيحاءات. أنا أحمد، أنا تميزت في هذا الشغل، فأنت لازم تخلي لك بصمة، لكن مو من مبدأ خالف تعرف، لا. يعني الإيحاء اللي استخدمه والموضوع اللي استخدمه بيه ضربات قوية، وانت تعرف يعني اكو يعني البعض وليس الجميع يعني ما يفيدوا ياهم الا هذه الطريقة. زين، الإيحاءات اليوم وصلت إيحاء لمسؤول ووصل له، فهمت؟ هي توصل لهم، بس شنو هم يغلسون. يعني اغلب المسؤولين هم يعرفها ويعرف هو نفسه مقصر، ويعرف الناس ما تحبه، ويعرف الناس تكرهه. زين، فهيك واحد. شنو اخر إيحاء وصلت لجديد؟ هواي ما اتذكر. هنا احمد اخر واحد اخذ مساحه، اخر واحد مع القاسم صابونه. قاسم صابونه. احنا اشتغلنا سويا انا واستاذ ماجد في قناتنا بغداد، وايضا في يوم من الايام شلنا دعوه سويا انا وياه، دعوه قضائيه من احدى الوزارات العريقه. تمام. دعوه وبعدك ثلاث دعاوي بعدك. زين، وواحده انحكمت عليها، وواحده انحسمت، وبعد واحده باقيه. يا رب ان شاء الله ما تكون دعاوى. أنا أعتبرها بصراحة أحمد مو نفسي، يعني نقرر بروحنا ونشوف نفسنا أكثر من الناس، بس هو هذا نجاح. هو هذا نجاح. أحمد، أنا أشوف الآن الدعوة من سياسي فاسد إلى إعلامي ناجح هي وسام شرف. صح، معناها أنت تتلاحق وهم دي يحسون بك أنت تتلاحق، دي يعرفون، وهو هذا هدفنا إحنا وراهم. مرام لو 100 دعوة تعب الشغل ها؟ وتعب الشغل؟ منو؟ أنا؟ أنت لذيذ جدا. الله يعني أنت أخذت فد ستايل خاص بك أحمد. يعني هو خلطة نسميها بين سياسي، بين منوع، بين خدمي، بين اجتماعي، وهذا مو كل واحد صراحة يعني. يعني لا أحمد صراحة يعني أقول لك إياها. شهادة. يعني هذه الخلطة اللي إذا تشتغلها حضرتك الآن مو كل واحد يدبرها، أقولها بجرأة يعني. أنا شرف بك استاذ عزيز. أنا سعيد. ورب يحفظك إن شاء الله. رمضان مبارك. تحياتنا الفلوجة وكادرها المبدع. شكرا جزيلا.